العبل بتخشي الراس والعبل صح. نرجع لكم جديد مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني من مباراة فريق مستقبل عين عودة ضد بلدية خميسات المقابلة اللي كتجرى هنايا في ملعب البلدي بعين عودة برسم الجولة 11 من البطولة الوطنية عصبة فريق الأطراف قسم ممتاز. نتيجة الشوط الأول هي تقدم مستقبل عين عودة بجوج لواحد. الهدف الوحيد للفريق بلدية خميسات كان توقيع اللاعب حمزة بخصيص ركنية مباشرة اتجاه المرمى، والتذكير أن فريق بلدية خميسات كيلعب من قوس العدد كيلعب فقط بعشرة عند العناصر بعد طرد اللاعب عميد فريق شعيب بالعربي من طرف حكم المقابلة. نذكركم التشكيلة ديال الفريق الخاص فريق بلدية خميسات تشكيلة الفنية طارق قادجي في حارس المرمى، بقية اللاعبين أسامة سويدي أمين مزيان ياسر قادجي محمد الدرواني إدريس حجاج يوسف بوخلاق ياسين محاج عتبة عطية شعيب العربي اللي خدا ورقة حمراء وحمزة بخصيص. إذن في الشوط الثاني ما زال المقابلة من أجل العودة في النتيجة، كذلك ما زال ممكن نشوفوا مجموعة من الأهداف سواء من هذا الفريق أو من ذاك. حكم كيقول ضربة مرمى بعد ما خرجت الكرة. إدريس حجاج الحويلك الحجاج مرة أخرى محمد عدة هذا اللي دخل قبل قليل كاس الرانس وهذا الفريق عين عودة وسط الميدان عند عميد الفريق محاولة ضد فريق بلدية خميسة محاولة أخرج النادى صح أدخل بوزورة صح حكم كاعلن على ركنية اللاعب رقم 11 فريق بلدية خميسة كيضيع محاولة رأس الوجه لوجه مع الحارس وليد عقاب كان
كانت مطالبة بضربة جزاء الآن تماس دائما لصالح فرق بلدية خمسات. ركنية مرة أخرى لصالح بلدية خمسات. النتيجة هي 2-1 لصالح مستقبل عين عودة. تنفذ ركنية عن طريق اللاعب حمزة بوخصيص. كنفذها مباشرة. وليد عقاد كي يضيع من أمام خط المرمى. الحكم كان طلب إعادة القرواني مرة أخرى. هي عثمان. الحكم تعلن توجه بطاقة صفراء للاعب فريق مستقبل عين حمودة. النتيجة 2-1 لصالح فريق مستقبل عين حمودة. الدقيقة 10 من الشوط الثاني. غادي ينفذ الخطأ هو اللاعب أمين مزيان. خرجها الحارس بالاصابع ديال اليد ديالو كتمشي للركنيه لصالح فريق بلديه الخميسات.
عثمان. تسديده بعيدة على طارق قد تجي. القروان كتحصل لها بطاقة صفراء. I'm going to go to the next one.
البطاقة الحمراء للاعب فريق عين عودة. تعمل شد اللاعب يا اخي عثمان. خروج لاعب فريق بلدة الخمسة صعيب بالعربي بالبطاقة الحمراء، والآن خروج لاعب فريق مستقبل عين عودة بالبطاقة الحمراء. جوج ديال اللاعبين خرجوا بالبطاقة الحمراء هنايا. الآن كفرة بلدة الخمسة، غادي ينفذها اللاعب محمد القرواني. كيقولون كان كترطاطم في الحائط، كترطاطم اللاعب محمد عدا. خرجكو أنا 4-0. مزيان مع الكرة، مزيان كيلعب كرة داخل المنطقة العمل. يا جول خطيرة بوخسيس. سير
بخصيص والله بخصيص دير لهم كره يلا يلا يا البلد يا مازال الوقت يلا يلا السي ام كا ديما السي ام كا يلا جوج لواحد المستقبل عين عوده ولكن هناك امل بالعوده في النتيجه كره عند بوخصيص كيسجلوا اللاعبين ديال الفريق مستقبل عين عوده في وسط الميدان محمد عدا والحكم كيعلو على خطا لصالح فريق بلديه خميسات بعد سقوط محمد عدا كتلعب بسرعه الحكم كيعطل باعاده تنفيذ ضربه خطا مقابلة صعبة الحويدي كيلعب كرة دائما وسط الميدان منصف هادي تجي سوء تفاهم ما بين منصف هادي تجي وادريس مزيان ممتاز دريس مزيان او دريس والحاج تمريره ما دازش من اللاعب امين مزيان تماس يقول الحكم لصالح فريق بلديه خميسات دريس حجاج محمد عدا منصف ديجي كيطلق كيخلي الكره للحارس طارق ديجي دريس حجاج أسامة الحويدك من الجهة اليسرى أسامة الحويدك يلعبها في وسط الميدان عند دريس حجاج دريس حجاج كيفضل منصف أديجي منصف أديجي في الجهة اليسرى كيلعب كرة طويلة في اتجاه الحارس ديال المستقبل عين عودة الكرة كترجع للحارس الفريق بلدية الخميسة طارق أديجي في اتجاه أسامة الحويدك عند الرقم 17 أسامة الحويدك كيغير اتجاه الكرة في اتجاه حمزة بوخصيص وعند الحارس ديال فريق المستقبل عين عودة دقيقة 24 من الشوط الثاني الإما جوج لواحد لصالح فريق مستقبل عين عودة يلا اخويا كريم سعود منصف هادي تجي يحيى عثمان كمان الكرة في خط الدفاع ديال الفريق النتيجة جوج لواحد لصالح فريق مستقبل عين عودة يحيى عثمان يحيى عثمان يحيى عثمان يحيى عثمان اش كيعمل بالكرة ديالو خطيرة 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 بوخصيص غروالي والله
ضربات خطا لصالح فريق بلدة خميسات، ترمي فيها بوخصيص حمزة. بوخصيص حمزة على بعد تقريبا 40 متر، كيفاد ممتازة من حمزة بوخصيص، كيدخل الحارس كيبعد على الركنية لصالح بلدية خميسات. تسديدة جميلة، حمزة بوخصيص كيحول الحارس للركنية. حوالي دقيقة 28 من الشوط الثاني، والنتيجة 2-1 لصالح الفريق مستقبل عين عودة. غادي ينفذ الركنية أمين مزيان، أمين مزيان، يحيى عثمان، يحيى عثمان أو أمين مزيان هذا. هادي بيلانتي حمزة بوخصيص. أوه مرة أخرى حمزة بوخصيص كيطلق العارضة، هذه محاولة صعبة. ناديا والهدف، هدف التعادل، هدف التعادل ديال فريق بلدية خميسات. الموقع هو اللاعب منصف أديجي أو اللاعب محمد عدا، محمد عدا هو اللي سجل هدف التعادل. وتانتوما شوف الدراري، وتانتوما عندكم فريقة. ما شوف جوج جوج الآن، جوج جوج ما بين مستقبل عين عودة وبلدية خميسات. الآن الكل من أجل الضغط. محمد عدا سير مع الكرة، كيدخل منصف أديجي عند دريس حجاج مع حمزة بوخصيص، ولكن أمين مزيان، أمين مزيان عند بوخصيص ولكن ما كتوصلوش. دائما لصالح فريق بلدية خميسات، الكرة عند مستقبل عين عودة من الجهة اليسرى، مستقبل عين عودة دائما عند الكرة عند اللاعب رقم 17، ولكن محاط من لاعبين الفريق بلدية خميسات. وليد عقا عند يحيى عثمان، يحيى عثمان من الجهة اليسرى عند اللاعب أسامة الحويدق، أسامة الحويدق كيمررها في اتجاه اللاعب يحيى عثمان من الجهة اليمنى. يحيى عثمان، يحيى عثمان مازال محتفظ بالكرة ديالو عند الحويدق مرة أخرى. الحويدق اش كيعمل بها؟ كيمرر داخل منطقة العمارات، ولكن عند الحارس ديال الفريق مستقبل عين عودة. كنلعبوا الدقيقة 30 من الشوط الثاني، النتيجة دائما 2-2 ما بين فريق بلدية خميسات اللي كيحل ضيف هنا بعين عودة على فريق مستقبل عين عودة، اللي صراحة كيلعب كرة جميلة وحديثة. يعني طريقة اللعب ديال لعب فريق مستقبل عين عودة رائعة. الحكم كيعلن على ضربة خطأ للاعب حمزة بوخصيص، منصف أديجي كيلعبها، الحكم كيطلب إعادة تنفيذ ضربة خطأ. منصف أديجي بوخصيص
دريس حجاج في وسط الميدان، محمد القرواني عند يحيى عثمان، يحيى عثمان كيرجع عند القرواني مرة أخرى، يحيى عثمان الحويدك للجهة اليسرى، الحويدك كيسونطري داخل المطرك العملية ولكن في يد الحارس ديال المستقبل عين عودة. لازم الضغط على حامل الكرة أمين مزيان، حكم كيعلن على تمس لكن لصالح يفرق. على صعيد الفرق مستقبل عين عودة ولكن دخل منصف أديجي اتجاه يحيى عثمان. لاعب الفريق مستقبل عين عودة أمامه، أوه ممتاز الحارس طارق أديجي، طارق أديجي كينقذ فريق بلدة خميسات من هدف محقق. صراحة كانت تصويبة زوينة من اللاعب الفريق مستقبل عين عودة. طارق أديجي تماس لبلدية خميسات غادي ينفذها أمين مزيان منصف أديجي كغير اتجاه الكرة، محمد عدا كيدخل كسر اللاعب ديال الفريق مستقبل عين عودة ولكن الحويدي كيسترجع الكرة، الحويدي وهذا عدا منصف أديجي كيقطع الكرة وضربة مرمى لصالح بلدية خميسات. كرة على مستقبل عين عودة ولعب من تحراش الصح أديجي القرواني كيلعب كرة في وسط الميدان، يحيى عثمان كيتصور حمزة بوخسيس أمين مزيان، أمين مزيان إدريس حجاج كيرجع عند القرواني أمين الحويدك محمد عدا اتجاه أمين مزيان منصف أديجي كيحيد الكرة بطريقة زوينة، منصف مرة أخرى كيرجع عند الحارس
ادريس حجاج حويدك محمد عدا يحيى عثمان ما كتوصلوش رجع اللاعبين الخارج مستقبل عين عوده كنكعلن على التسلل لصالحي فريق بلدية خميسيس كنلعبو الدقيقة 36 أو 37 من الشوط الثاني والنتيجة التعادل 2-2 كنكعلن على خطأ لصالحي فريق بلدية خميسيس كتنفرد عند لاعب حمزة بوخصيص أو أمين مزيان شد الله هو محمد عدا مزيان بخصيص ادريس حجاج حويدك لعب كرة الأمام كرواني بخصيص هاني يا محمد فوالا خويا فوالا
محمد عدا او هذا وليد عقا يحيى عثمان يحيى عثمان ادريس حجاج حمزه بخصيص حمزه بخصيص امين مزيان الكره كتمشي تماس تصل بلدة خمسة كتنفر يلا يلا امين مزيان يا عثمان زين وليدي كترجع الكرة عند الحارس طارق هادي تجي يا عثمان دقيقة 43 زيد 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 الصح Oh, no.
كانت محاولة ديال البلدية. ولا البيض راه وقت ديال Arpa!